تفضل يا حسين. تقييم ثامر استاذ حسين. خالد استاذ حسين قيمنا ثامر. تم التقييم. لا بص تعلم جديد حاشيلها على طول. انت اخذت اثنين؟ لا ما اخذت اثنين، بغيت ذيك ورديها انت دي كذا. طب اقرا ديك. ابوك يسالك عن نتيجتك في الدراسه. والله انا عصلت لي. ايش؟ ابوك يسالك عن نتيجتك في الدراسه وتبي تخفي عنه حقيقه اخفاقك. ايش يعني اخفاقك اول شيء؟ يعني انك راسك. ابوك يسالك عن نتيجه الدراسه وتبغى ما تبغى تعلمه انك سقطت. ايوه كذا. اي نعم، ما يحتاج تغمز لي، ابوك انا ما لي علاقه. انك بتوهقني معه الحين. حسين واحد يجي يعني النهبي. وحسين من اليمن. ها؟ مسعود من اليمن. تسمح لي اطلع معه؟ بعد اذنك. يا صوتنا كبير. ابو سعد يبغى يخبطني شل العصا. هو حسين من اليمن بجد؟ لا من اليمن. لا 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 يمن. تفضل حسين. الوقت جاهز شباب. ايه القطة دي؟ حسين الوقت معك. يلا. معانا؟ يلا حسين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا أبا. الله يمسيك بالنور. إيش حالك؟ ما هي بعادتك تحب على راسي؟ بلا والله يا أبا كيف. لا والله ما هي بعادتك. وش جنت جايب المصيبة؟ أبشرك. تبشرني مصيبة؟ لا لا ما هي بمصيبة، إن شاء الله أنها أقل من مصيبة. صدمت أحد؟ لا والله ما صدمت، نجحت أبشرك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. كيف تقديرك يا ولدي؟ مقبول أبشرك. انت مقبول عند الله وخلقه، لكن ابغى التقرير. التقرير نفسه. لا لا انا نجحت بالدف. وانت تخلي الناس تدفك؟ لا كنت انا ادفك في الحياه. تبغى الناس تدفك؟ والله يا بهن انك عودهنتني والحمد لله اني نجحت وعديت المرحله. كنت في ثاني ثانوي. ايوه. وبغيت ارسب. اي. وقالوا ابيك شنار وبيك رجال. اي. وبنروحك. تعلشفوا والله يا حسين. ليه يا برهدة؟ ما عودتني ان الناس تدفك. حاب الله امزح عليك. ها؟ ابي اشترك انه ممتاز. ممتاز؟ اي والله. كم من 100؟ 60 من 100. الحمد لله ما لحقت على ساهر. لا. دون 80. لا. اللهم لك الحمد. الله لا يبارك فيك يا حسين. يلا نقيم اداء حسين. الله حبيبي وليد. ابو استاذ علاء علاء القطه اللي قبل شويه ما شافوها المشاهدين ما نتكلمش عنها. ما حد شافها نهائيا. انا بحسب ان حد شاف القطه دي عدت من ورايا. لا قطتين. لا يقول كيف الدور شخصين قبل شوي. صح. ايه عشان كده. انا قلت ايه اللي عدى من جنبي ده. يلا تقييم حسين. أداء حسين. حسين تم تقييم حسين. حمد. حمادة.